Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. إذن مع قضية السلطة العربية الأول 1444 يوليو وافق لواحد أكتوبر 2022 نحر مركز محمد حسن وزني فرض بعض الوعية الأول سبل الديمقراطية الحوار التعددية التسامح واللعب تخليزا للذكرى 43 لرحمة الزعيم المفكر محمد حسن وزني. بعد مقدمة عبارة عن شهادة وقرون من وجهة تاريخية لسيرة الراحل قدمت المسلم والشاعر إلهام سلامتي افتتح الندوة رئيسة مركز محمد حسن وزني السلام علي الوزاني بدعوة الحضور لترحم على دكتور عبد الله الشريف الوزاني أحد أبصار الأسرة الوزانية الذي رحل عنا قبل أيام. كما تناولت بالتلوي سياق الندوة الوطني والإقليمي والعالمي الذي يتميز بالتقلبات والأزمات والتحديات مما يدفع لاستلهام رسالة الراحل محمد حسن الوزاني التي تركزت في الحرية والتحرر من سلطة الاستعمار والاستبداد وبناء دولة ديمقراطية أصيلة مغربية تتطلب تضحيات ونضالا حتى يتحقق الانعتاق من السلطويه والشفاء من المرض المزمن. في الجلسه الاولى التي تراسها الاستاذ منتصر الفاسي الفيري والتي نوه فيها بتميز الراحل بسماته الفكريه والاخلاقيه وبشجاعته التي حملته ليس فقط على التنظير في مسارات التوجه الوطني لحوث الديمقراطيه وانما عمل على ترجمه مشروعه الى تجربه سياسيه في الواقع. تناول الكلمه الاستاذ محمد موقيت في موضوع سؤال الفكر الحر في فكر محمد حسن الوزاني وقد تناول فيها إشكالية رفع التعارض بين الدين والفكر الحر الذي يحيل لدى كثيرين إلى معاداة الدين والإلحاد أحيانا وكيف أن محمد حسن الوزاني باعتباره أحد أعلام المنتصر الوطنية قد رفع التحدي للجواب عن طرح الجوفي في ثلاثينيات القرن العشرين عبر صياغة معادلة تسعى لتجمع بين قيم الليبرالية وفلسفة الإسلام في تحرير الفرد من العنصرية والتسلط ليكون مسؤولا عن معتقداته وأفعاله ومواقفه بعيدا عن أي وصاية في صورة ما يسميه إمكان وجود فكر حر بخصوصية مغربية. وفي ورقة ثانية تفضل الأستاذ عز العرب الحكيم نريد معالج شرعية الدفاع عن حقوق الإنسان التي تنتصر للحرية في كافة أشكالها وعلى رأسها حرية التنقل في اشتباكها مع شرعية الدفاع عن الأمن العام والصحة العامة والاستقرار الذي تجسده الإدارات الاحترازية الرسمية وبخاصة في ظروف الحجر أو الطوارئ التي سجل فيها العالم متمددا لسلطة الدولة على حساب حرية المجتمع والأفراد. الأمر يتقاطع فيما هو أخلاقي بما هو قانوني حول حدود انفتاح وانغلاق نمط الحقوق الفردية في سياقات تفرض أحيانا حدود تجاوزات نبررها التخوف من تفاقم الأوضاع الفردية أو الجماعية مما يضع حدود الحرية الفردية في الظروف الاستثنائية موضع مساءلة فلسفية وقانونية من جديد وتعيد معها التقابل بين موقفي الاعتذار والتبرير إزاء الخروقات التي تستدعيها سياقات الحظر بدعوى توقع الخطر كامل للتحرك لإيقاف الحرية في الواقع. وقد تلت المداخلتين مناقشة تمحورت حول علاقة البراغماتية والديمقراطية وعن شروط الانتقال نحو الديمقراطية من احترام اختيار الحر ومبدأ المصلحة والحق في المعلومة وتكافؤ الفرص والحاجة إلى وجود خلفية مرجعية للقيم الحاضنة مع التأكيد على الحاجة للدفاع عن خصوصية الوجود الفردي ضد أشكال الهيمنة الرسمية بموازاة مع حماية وجودنا الجماعي بما يعنيه من تراث وتاريخ وأيضا وجودنا الآمن في المستقبل. المسافة رأس الجلسة الثالثة الأستاذ عبد العزيز الرقي وقد تناول الكلمة فيها الأستاذ مصطفى أبو عزيز في موضوع الديمقراطية المغربية بين السلطة والحوار أمام تحديات القرن العشرين وانطلق فيها من تحليل لوضعية محل الولادة الفكرية التي عاشت وضعية النزاع بين السيادة والملكية الخاصة وبخاصة في ظل الصراع الحدودي بين المغرب والجزائر كما سلط الضوء على مثال لموضوعه عن الرأسمال اللامادي والرأسمال البشري الذي يعاني من التدمير الفعلي ومن كل أشكال العزف والإقصاء في الوقت الذي يتم التغيير الرسمي لتنميته في ظل سياسات تدعي الديمقراطية في غياب الحوار. كما عالج الباحث إشكالية ترصيد الكتابة النوعية في التاريخ المغربي وما تعانيه من عدم الانسجام وختم بتحليل مفارقة المجتمع المدني في السياق المغربي الذي يعرف اختلالا في التعريف والوظائف. وفي الورقة الثانية قدم الأستاذ حبيب الكوش موضوع الديمقراطية ومرتكزات البناء. التحدي الثقافي وأزمة الآليات الوساطة وفيها الدفاع عن الواقع العالمي لمحدودية الديمقراطية كتجربة إنسانية وكثقافة تحملها نخب وتتجسد في المؤسسات. وتناسل من ورقة الباحث عدد من الأسئلة تتعلق بالإطار والممارسة الديمقراطية ومسؤولية الفاعلين في سياق ينذر بالسقوط العام حين تتحول السياسة إلى ميدان الاقتناء وسوقا للتربح وطريقا سيارا نحو المصالح الشخصية.
وقد شددت تعقيبات الأسئلة على مسؤولية النخب والمؤسسات المدنية والسياسية على مواكبة المجتمع بالطرد والتدقيق كمدخل للبناء الديمقراطي. وفي الجلسة الرابعة ترأس الجلسة الأستاذ معروف الفالي وتناول فيها الكلمة يسدد الخطوط في موضوع الأخلاق السياسية وبناء الديمقراطية في فكر محمد الزني، وعرض فيها على أهمية الأخلاق في فكر ممارسة الرحيل وعلى تميز الفكر السياسي بإعادة العاطفي والأخلاقي للجانب العقلاني في بناء فلسفته السياسية والأخلاقية، وفي سعيه لبناء الديمقراطية على أساس التشاركية والتشاورية وأخلاق احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وتشبث بقانون العدالة في الحكم وتوزيع الثروات. في الختام طبعا ستتناول الكلمة الأستاذة إلهام سلامتي في قصيدة بعنوان قضية الحرب والسلم والتي تطرق قضايا التعددية والحوار مع الآخر والتسامح. وقد سجل الحضور في النهاية أهمية مثل هذه الأنشطة من عاشر الذاكرة الجماعية وشهدها الأفكار وتنمية روح الحوار المطلوب بين النخب من أجل اجتراح أفق ديمقراطي ينعم فيه الجميع بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. السلام عليكم. أنايا أنت أو ثنائية الحرب والسلم؟ نام طيفك فوق صدري، ينام طيفك فوق صدري فتخضر كل القروش، ينام طيفك فوق صدري فتخضر كل المروج، وبين الأزرق الداكن وذلك المنفتح على العرض يرسل حزام السماء لقبله، فتحمر وجنتاي ومن كأس الوداد المعلن، ومن كأس الوداد المعلن أرشف عشقا تماها مع السراب طيف أمل ونحن غنوة، ويبتلعني الأسى وأبتلع الشوق المرتبك بعبير الندم. منك عطر ذكرى حملتها الرخاء الرابطة في عمقي ياء التمني وواو الحسرة، وعلى باب الألم أشجب خيباتي وأنثر فوضاي، أشجب خيباتي وأنثر فوضاي، أطفئ بلهيب السدم عطش الضجر، وأستحيل الميلة وأمتط اللحظة لأرسم على الشفاه تفاصيل من ذكراك، وأرسم على ملامحك تفاصيل مني، من ضعفي، من قوتي، من خلوعي، من سطوتي، تفاصيل منك وهما ومني صحوة. لعلها تخبرني كيف صار الفراق، لعلها تخبرني كيف صار الفراق، وكيف كان اللقاء، وكيف بين بث هذا وجلد ذاك سقط قناع الكلمات وسقطت معه كل التفاصيل، سقط قناع الكلمات وسقطت معه كل التفاصيل المضمخة بعبير قربك، حيث كانت الأحلام تنام جتلا وينام معها الحرب وقطار الزمن المتسلل من تفاريج الأفواز. فضفاض أساي بدونك أيها الأنت،
فضفاض أزاي بدونك أيها الأمس، فضفاض ويوازي صرخة الذكرى تأبى الرحيل. فضفاض أزاي بدونك أيها الأمس، فضفاض ويوازي صرخة ذكرى تأبى الرحيل. وصمت نسيان يردده الأثير، وأنين عجز يكبل النبض ويسجن عبق السنين في عتاب ما كان ليكون. فضفاض أزاي بدونك أيها الأنس، فضفاض ويوازي صرخة ذكرى تأبى الرحيم. وصمت نسيان يردده الأثير، وأنين عجز يكبل النبض ويسجن عبق السنين في عتاب ما كان ليكون. وشوقي يا ليت شعري، ويا ليت نثري، ويا ليت بعضا من كلي لمض شيئا من كبريائه المتشامخ على جوزاء ذاته المرتبطة بحب الأنا. وبك صرخة أنا أنت، أنا أنت شئت أم أبيت، يا هذا أنا أنت، أنا أنت شئت أم أبى شرك المتواري وراء ظل رغبة. وألف ألف صورة تحملها صبوة، ومرآة تزهو بظلال أوهام تتوالى بكل الألوان وبكل الأحجام المثقلة بوهن الوجود. أنت أنا، أنت أنا، أنت أنا شاء كبريائي أم أبى. أنت أنا، أنت أنا وحلمي حلمك، أنت أنا وحلمي حلمك. ووهن المسار ستراه في كل دمعة يسكبها طين أغرقته أعاصير المضض. أنت أنا، أنت أنا وحنين الشوق يزداد كلما حل الفقد. أنت أنا، أنت أنا وحنين الشوق يزداد كلما حل الفقد. وكلما اغتمض البرق في العيون المشدودة ليد تمسح سجول الأسى وتستأصل لعنة الخطيئة الأولى. أنت أنا، أنت أنا وفي القلب تشرق شمس الحياة، أنت أنا وفي القلب تشرق شمس الحياة. وينام في محراب الجسد شوق لأغنية سلام، وسرب يحلق في أمد التعاقب، وسنا يشع في الخافق كحقل نرجس رفى ورقصت زغاريده. أنا أنت، أنا أنت يا هذا، أنا أنت وعطشي عطشك، وجوعي جوعك، ولهفتي للحب أراها في عينيك كلما نظرت إلى الإنسان القابع في فزعك، المتشظي في وحدتك، المستعصي حينا على الشر وحينا يلبس أوجه الاستثناء ويسكن مترادفات الوجود. أنت أنا، أنت أنا وقلق الوجود ينام تحت وسادة الأمنيات سؤلا يرتجى من هلال تبرأ من سطوة الخذلان. أنت أنا، أنت أنا وقلق الوجود ينام تحت وسادة الأمنيات سؤلا يرتجى، سؤلا يرتجى من هلال تبرأ من سطوة الخذلان. وصليب، وصليب لم يرتشف من عويل الحملان،
وشمع دان ينتظر ذلك المنتحر على محراب السلم. أنا أنت وأنت أنا وأنا كأنا وأنت أنا. أنا أنت وأنت أنا وأنا كأنا وأنت أنا. فلا تخذل أناك فلا تخذل أناك فنضيع وتنكسر المرايا قريبا من المنتهى بعيدا عن ترنيمة الحب والسلام. وشكرا. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. تقبل منا يا مولانا، تقبل منا يا مولانا ما أصبرته أنت منا من ذكرك ومن تلاوة كتابك ومن الصلاة والسلام على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واجعله هدية منا خالصة واصلة مرفوعة إلى حضرة سيد الأنام وقمر التمام سيدنا مولانا محمد عليه الصلاة والسلام. واجعل هدية منا إلى إخوانه وآبائه من الأنبياء والمرسلين وإلى سائر الأولياء الصالحين وإلى آبائنا وأجدادنا ومشايخنا وإلى جميع المسلمين. يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، من علينا بفضلك، من علينا بجودك، من علينا بسترك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اللهم ما ضمنت هذا المجلس، اللهم ما ضمنته يا مولانا، هذا المجلس ما ضمنته من أسراره ومن أنواره ومن فيوضاته، اجعله يا مولانا اجعله يا مولانا حفظا لبلدنا وسترا لأمتنا ونصرا